بسم الله الرحمن الرحيم. الدعم المرن، ايه هي الدعم المرنه؟ الدعم المرنه عباره عن اسطوانه او اسطوانتين زي دي، بنحط واحده في العضو الذكري على اليمين وواحده على الشمال جنب بعض يعني. دي عباره عن بيبقى في جواها انبوبه من المعدن زي الانبوبه اللي جوه القلم الجاف كده. دي بتبقى من الصلب او من التيتانيوم او من الفضه او من حاجه اسمها النيتينول يعني، او يعني معادن لها قدره على الانسناء يعني، ومغلفه بماده ما بتتفاعلش مع الجسم، سيليكون، بوليوريسين ومواد اخرى. الآلية بتاعت عملها ببساطة إنها بتفرد وتبني، يعني ده وضع الانتصاب، يعني في الوضع العادي الراجل بيبني الدعم كده، فيبقى ماشي دي جوه البنطلون مش باين أي انتصاب ولا باين أي حاجة، والدنيا ماشية كويس وحياته اليومية ومفيش مشاكل. ساعة ما يعوز بقى يعمل علاقة جنسية أو يعمل حمام بيروح فرد العضو عادي خالص، بعد ما يخلص بيروح تاني. آلية عملها سهلة جدا زي ما احنا شايفين. الدعامة طبعا المرنة ليها شوية مميزات. أول ميزة إنها بسيطة، ما فيهاش حاجه معقده ولا تروس ولا مضخات ولا اي حاجه. ثانيا تركيبها بسيط. ثالثا ضمانها مدى الحياه، ما بتعملش مشاكل كتيره في شغلها لان هي ما فيهاش اي حاجه تعطل. اهم ميزه فيها بالنسبه لنا هنا ان هي سعرها ارخص بكتير من النوع التاني اللي هو الدعامه البالونيه. عيبها ايه؟ ان طول العضو بيبقى ثابت في الانتصاب والارتخاء، يعني ده الكلام اللي موجود في الكتب، ولكن هو انا شايف ان هو مش مشكله اصلا يعني، لان هو ده الانتصاب الارتخاء كده. هو العيب الفعلي بقى مش دي، العيب الفعلي لو طول العضو عند الرجل اطول من المتوسط، يعني طول العضو لو فيه يعني اكس لارج او العضو طويل شويه، ففي الحاله دي هيبقى حتى اثناء الارتخاء الوضع هيبقى كده، فهيبقى في مشكله عنده في لبس البنطلونات او الجينز او في المشي. فطبعا يبقى نقدر نقول ان الدعامه دي مش هتبقى عمليه قوي لو العضو طويل شويه. وطبعا يعني ده احنا بنتكلم من خلال خبراتنا يعني على مدار السنوات. طيب عشان اركب دعامه للمريض، في ناس كتير بتيجي تقول لك ايه، انا عاوز اعمل دعامه عشان اطول القضيب، او انا عاوز اعمل دعامه عشان امبارح حسيت ان الدنيا مش كويس. طبعا ده كلام غير منطقي وغير واقعي. الدعامه لا تستخدم الا كحل اخير للعجز الجنسي. يعني ايه؟ المريض لو هو عنده عجز جنسي وفشلت معاه كل طرق العلاج، سيالس، فياجرا، حقن في القضيب، لبوس ذكري، كريمات، وسائل مساعده، كل الكلام ده فشل، خلاص يبقى الحل الاخير ان انا اعمل دعامه. الدعامه حل يبحث عن مشكله، يعني حل لجميع المشاكل. عشان ادي المريض نتيجه كويسه لازم اعمل معاه حاجتين. لازم احط في حساباتي ان المريض اللي جاي يركب دعامه ده المور. يعني قاعد بقى بيتعالج سنين ومشاكل مع الزوجة ومشاكل قدام نفسه، وممكن يكون اتطلق وجاب جوازة جديدة، وممكن يكون حصلت نفس المشاكل في زوجة جديدة في الجوازة الجديدة، وممكن يكون لسه عايز يتجوز وخايف يتجوز، يعني في حاجات كتير جدا عاملة له مشاكل كبيرة. فطبعا عشان نتجاوز الكلام ده لازم نعمل له دعامة بشكل آمن، يعني نخلي نسبة نجاح العملية أعلى ما يمكن، ده رقم واحد. ورقم اتنين لازم نديله أفضل نتيجة ممكنة من العملية، وهنقول دي إزاي. عشان اديله افضل نتيجه لنجاح الدعامه، يعني عايز اخلي نسبه نجاح الدعامه اعلى ما يمكن، لابد ان انا احضر المريض كويس واخد احتياطات اثناء العمليه الجراحيه، وده بيشكل 50% من نجاح العمليه ويعتمد على الطبيب. 50% التانيين بيعتمدوا على المريض ان هو يتبع التعليمات في اول 4 اسابيع. ايه المفروض الطبيب يعمله؟ لو المريض عنده سكر بنبدا نظبط سكره ونخلي التراكمي اقل من 7. لو التراكمي اعلى من 7 بنخليه مع دكتور السكر لحد ما يخلوه له في حدود 7 او اقل. لو اعلى من كده عملنا العمليه هتفشل او نسبه فشلها هتبقى عاليه جدا. لو المريض عنده مشكله في القلب بناخد تقرير من طبيب القلب ان هو هيعمل عمليه، مفيش مشكله خالص بالنسبه لاطباء القلب لان العمليه دي بتبقى بنج نصفي ومدتها قليله. لو بياخد دواء سيوله بنوقف الدواء حسب البروتوكول قبل العمليه بعده ايام. لو المريض عنده مشكله في البروستاتا او في المسالك البوليه المثانه بنعالج بمضادات حيويه او حسب الحاله، وبعد كده ايه نبدا نجهز المريض للعمليه. عمليه بتتعمل، يخرج المريض، تعليمات ببساطه، الغيار، الجرح احنا بنسيبه مكشوف بيض، بيمسح بمطهر بس ويمشي على مضادات مثلا في حدود اسبوع 10 ايام حسب الطبيب ما يقول له، ومفيش ممارسه جنسيه لمده 4 اسابيع. الجسم بيعمل زي جراب من الالياف او كيس من الالياف حوالين الدعامه، بيعزلها تماما زي الجراب اللي بنحط فيه الموبايل كده، بيعزلها ويحميها من الجسم عامه يعني. ف الدعامه دي عبال ما الجراب ده عبال ما يتكون بياخد له من 3 الى 4 اسابيع. فبنمنع المريض ان هو يمارس العلاقه في الفتره دي، لان لو حصل ممارسه الجراب ده هتمزق، ده ممكن يعمل نزيف داخلي، التهابات، تلوث، ممكن يؤدي الى فشل العمليه وخروج الدعامه.
فطبعا بنقول للمريض هم تقعد الاربع اسابيع دولت وربنا يكرم. بعد 4 اسابيع المريض بقى عشان يمارس العلاقه احنا بنقول له ابدا، بنعمل له ايه عشان ياخد نتيجه كويسه؟ بنزود له طول القضيب، وبنزود له سمك القضيب، وبنركب خارج نسيج الكهفي عشان نديله حراره راس القضيب، وبنعمل له عمليات على عجلانه تاخير القذف عشان بدل ما يستمتع بالدعامه دي او دقيقتين يستمتع بيها فترات طويله جدا، لان اول ما يحصل القذف الرجل بيكمل بشكل آلي لان بتاع الطرف الاخر هو مش حاسس بحاجه، فيبقى الدعامه انتصاب مفتوح ولكن المتعه الفعليه دي دقيقتين. لا، عملية على عجلان يعني بنقص حته الجلده من اسفل القضيب من هنا واحدى العضلات من اسفل القضيب من نفس فتحه الدعامه، تتعمل في دقيقتين ولكن بتغير نتيجه العمليه تماما. كده التكنيك ده احنا بنسميه الفور دي، ان انا ازود طول العضو الذكري قبل ما اركب الدعامه عشان اخد دعامه طويله، وازود السمك واعملها خارج النسيج الكافي عشان اخلي العضو مش بارد، لان دي شكوى رئيسيه للزوجات، اخليه يبقى دافئ شويه، واخر سرعه القذف او اخر مده القذف عشان الزوج يستمتع بالعمليه الجنسيه. التكنيك ده بنفرق بيه في علاج كلينيك وبيدي افضل نتيجه ممكنه مع الدعامه. وشكرا.